يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتناقل الناس هذه الأيام أو يتناقل بعض الناس هذه الأيام رسائل في الجوال عن رجل اسمه عبد الله يقول إنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه في منامه فأوصاه بالسلام على الناس، ومن يقرأها يوزعها وينتظر 4 أيام ويفرح فرحا شديدا، ومن لم يوزعها فيحزن حزنا شديدا، فما التوجيه وفقكم الله في مثل هذا؟ هذا كذاب، واضح من الكذب في هذا، هذا واضح. لو أنه اقتصر على قوله رأيت الرسول كيف عاد رآه صحيح وما رآه صحيح كيف، لكن كونه يقول من يوزعها يحصل على كذا حدد أربعة أيام ومن لم يوزعها يحزن، هذا كذب على الله وعلى رسوله. فمثل هالخرافات هذه يجب أنها تنكر، يجب أنها تنكر وأن يرد عليها في الجوال نفسه، من طلبة العلم يردون عليها في الجوال نفسه حتى يرتدع هؤلاء. نعم.